اتفضل يا كريم، وبرضه ناخد وجهة نظرك في تشكيل البايرن وبعض نقاط الضعف اللي موجودة في نادي بايرن ميونخ. اتفضل يا كريم. طبعا كابتن اسلام، اعتقد المعادلة بكرة كلما كان بايرن ميونخ مخاطرا كلما زادت فرصة النادي الاهلي في التأهل. لا معلش، تاني كلما كان بايرن ميونخ وهانز فليك عنده ريسك كبير في طريقة لعبه، كلما كان فرصة النادي الاهلي في التأهل اكبر. استاذ عصام الشوالي وهو بيتكلم معايا قال لي ممكن يلعب ببعض البدلة. هو كابتن عصام الشوالي قال نقطة منطقية، قال ان هو هيحط دايما ماتش الفاينل في باله طبعا، عشان المجهود البدني والتحمل اللي عند اللعيبه ان هم لعبوا ماتش يوم الجمعه وسافروا لفتره طويله عشان السبع ساعات يتعطلوا وطبعا راحوا عملوا المسحه. ولغايه دلوقتي طبعا احنا ما نعرفش لسه مسحه بايرن ميونخ ايه اخبارها، ما فيش اي اخبار عنها لسه، ما فيش اخبار خالص. وعنده ماتش يوم الاثنين، وبعديها اذا هيلعب كده هيلعب ماتش يوم الخميس ويرجع بقى لماتشات الدوري. وبالتالي انا بشوف ان هانز فليك كل ما خاطر اكتر كل ما فرصه الاهلي في التاهل زادت، كل ما كان واقعي كل ما فرصتنا قلت. ليه؟ لان كل ما بايرن ميونخ هينزل قدامك واقعي جدا ومركز قوي كده، فرصتك انت اصلا في الاستحواذ وعمل هجمات على مرمى مانويل نوير هتبقى قليله كتير. طيب نبني الكلام ده منين؟ نبني الكلام ده من اخر مباراه من هيردا برلين. هو عنده ازمه بايرن ميونخ في الوقت الحالي، عنده ازمه كلعيبه ان جوريتسكا اللعيب اللي انا حاطه ده، الثنائيه بتاعه جوريتسكا وكيميتش غايبه على الفريق في اخر مباراه بسبب ان جوريتسكا كان عنده كورونا ولسه هو مستني المسحه بتاع المفروض ما اعتقد عملوها النهارده. فجوريتسكا عدم وجوده اكبر هانز فليك ان هو يخاطر في اسلوب لعبه. لعب مباراه هيرتا برلين 4-1 4-1، ودخل جنابري الجناح لعبه بلاي ميكر تاني جنب مولر، يعني جنابري ومولر لعبوا في النص، وساني لعب على الجبهه اليمنى وكومان واخد الجبهه اليسرى زي ما هو. وبالتالي هنا نص الملعب فقد ورقه مهمه جدا 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 وهو جوريتسكا. طيب هو عارف النادي الاهلي وكل الناس خلاص هناك في المانيا بيحذروا من الناحيه الهجوميه للنادي طبعا الأهلي، ومن الشكل اللي حصل لنادي بايرن ميونخ في كاس المانيا انت خرجت. وبالتالي حتى هانز فليك قال ان احنا يا جماعه اسلوبنا السنه دي مختلف عن السنه فاتت. وبالتالي التشكيل الاقرب في وجهه نظري كطريقه لعب هيلعب ب 4-2-3-1، ده الاقرب له. جوريتسكا بكره الصبح الاخبار جت ان العينه سلبيه مفيش مشكله، يبقى هنشوف هيلعب الثنائيه مره ثانيه. هو مش هيحب ان هو يخاطر لان عليه ضغط هناك من الاعلام المنتمي لنادي بايرن ميونخ. وبالتالي اشوف ان في التشكيل بتاعه هيلعب بافار الباك اليمين، ظهير راكز جدا عنده قدرات هجوميه جيده وفي نفس الوقت دفاعيا قوي، ويلعب طبعا ببواتينج والابا لان الثنائيه دي لحد ما الثنائيه اللي فيها خبره، لكن نقطه الثغره فيها طبعا هيبقى بواتينج اكتر من الابا لان الابا لعيب سريع ولعيب الحريف خلي بالك بيبقى عنده دماغ يقدر يتوقع على الاقل الكره بالظبط. والفونسو ديفيز طبعا هيبقى هو الباك الشمال بالنسبه لي اكتر من هيرنانديز، لان الفونسو ديفيز هيبقى عامل الدور، وطبعا هو اكيد حلله الجبهه اليمنى للنادي الاهلي وربما يكون هو شايفها هي الاقرب للاختراق اكتر من جبهه علي معلول. نص الملعب طبعا حادث ولا حرج، كيميتش هو الملهم وهو القائد وهو كل حاجه. كيميتش بصراحه لعيب اسطوري، ولو جوريتسكا جه معاه هيبقى اعتقد حاجه ممتازه جدا. لو جوريتسكا تلعب بقى عينته سلبيه في وجهه نظري الشخصيه ايجابيه، تقصد ايجابيه، ربما يلجا الى توليسو الفرنسي. توليسو برضو لعيب كبير، روكو طبعا لعيب الاسباني، روكو لعيب جيد ولكن صغير في السن، ربما صغر سنه ما يخليهوش ياخد الفرصه دي. لكن توليسو بقى له فتره بيحاول ان هو يستعيد مستواه، وتوليسو كان واحد من الصفقات الجيده للبايرن ميونخ في السنتين الاخيرتين، وبالتالي ربما نشوفه كبديل لجوريتسكا لو ما لعبش. اذا الاتفاق على ان طريقه اللعب واحده 4-2-3-1، ممكن يكون الاختلاف أتمنى في بعض الاسماء. اتمنى ما يعملش كده، اتمنى ان هو ينزل 4-1-4-1، اتمناها بصراحه. ليه؟ هتدينا احنا مساحه اكتر ويبقى عنده هو مخاطره اكبر. تمام ده. وطبعا قدام قلنا كومان ومولر وجنابري، واكيد طبعا ليفاندوفسكي المهاجم الصريح مفيش اي مشكله بالنسبه له. ده التشكيل اللي انا متوقعه لبايرن ميونخ في مباراه الغد.